الآن وحصريا استديوهات أهم سقفها لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، هذه الشيلة قصائد شعرية حسب من أنور شاكر إلى بيت هادي، تخرج وخاصة مدح إلى العريس الغالي، تقاعد عمره هادي سابحة، ترقية نقلة وكتابة أبرقي يا مزلتا الشارب أبيات وسطور أو من خارج المملكة وانذري وعمل القوافي مثل بيث المطار مرحبا يا هلا بضيوفنا عد ما نجم يدور في سماه عد ما يكتمل غير قمار أبرقي يا مزنة الشعر بغيت وسطور وانثري وبلا القواف مثل بدر مطر حبتين نفحة أهل وبخور بالضيوف أهل المواد وراعي ذا الفكر يا هلا بضيوفنا عد ما نجم يدور في سماه عد ما يكتم القي القمر والله إن الحفل بقدومكم قزاد نور يا الوجيه البيض يا ألبي لكم علي قدر يا الوجيه البيض يا ألبي لكم علي قدر الشحم والهنا الأشقر من حشمة اللطف والعود من فوق الجمر في حفل من يكسب النعمة في كل الأمور والتهاني له نقدمها بالحون الشعر يا عمرو مبروك يا جعل أيامك سرور والله يهنيك دايم على مر العمر يا عريب الساس يا صقر من نسل الصقور كاسب علوم المراجل وصيت مشتهر كاسب علوم نسل شيخ فالمواقف له دايم حضور علمية رجال حنا نعد ونفتخر ذا رشاد اللي بطيب له دعم عمور راعي الوقفة واكثر رخاوي العسر اشهد ان شيخ عز وفعول ما تبور واشهد ان سيف شامان في وقت الخطر واخوانك عمار وعماد هم شياهين الصقور مانك بشير وشاد نسيبكم بارك شيخا وطيبهم خبور خالك علي دحوها كرئيس ولا عشر من نسل عدنا جل عز وافينا الشبور الرجال اللي لهم همن العليا مقام الرجال اللي لهم همن العليا مقام يسابحه والله قبيلة على مر الدهور مجدها شام وماشو دماء بن البشر السحور للسيوب يدقون النحور يوم حزة المواقف ودورة الخطر والختام الله يديم السعادة والسرور والسعد والخير فال لكم طول الدهر والختام الله يديم السعادة والسرور والسعد والخير فال لكم طول الدهر والسعد والخير فال لكم طول الدهر أفردي يا مزنة الشعر بغيت وسطور وانذري وبلا القوافي مثل غدا المطر مرحبا تحبتين نفحة أهل وبخور بالضيوف أهل المواد وراعي ذا الفكر يا هلا بضيوفنا عد ما نجم يدور في سماه عد ما يكتب القي القمر والله إن الحفل بقدومكم قزاد نور يا الوجيه البيض يا ألبي لكم علي قدر يا الوجيه البيض يا الشحم والهنا الأشقر وأنواع العطور حشمة اللطف والعود من فوق الجمر في حفل من يكسب النعمة في كل الأمور والتهاني له نقدمها بالحون الشعر يا عمرو مبروك يا جعل أيامك سرور والله
صقر من نسى الصقور كاسب علوم المراجل وصيته مشتهر كاسب علوم المراجل وصيته مشتهر نسل شيخ فالمواقف له دايم حضور علمية رجال حنا نعد ونفتخر ذا رشاد اللي بالطيب له دعم عمور راعي الوقفات واكثر رخاوي العصر اشهد ان شيخ عز وفعوله اشهد الناس في شامان في وقت الخطر واخوانك عمار وعماتهم شياهين الصقور مانك بشير وشاب دعالينا القدر مانك بشير وشاب دعالينا القدر نسيبك مبارك شيخا وطيبهم خبور خالك علي دحوهان كم يسوى له عشر من نسل عبد نبي العز وافينا الشبور الرجال اللي لهم همان العليا مقر الرجال اللي لهم همان العليا مقر وسامحه والله كبير.